غدا شعبان شعبان عايش فيلم الولمان، لكن لما تبدا الحصه يتشنج ويبدا اللقان. يكدس على المناهج ويبدا في سريب الجري واللمان. لعند ما يجي يوم الامتحان ويصير لفاه الغمان، يشبح للورقه والكفوف ترن فيه رنان، ولا ينقل من صاحبه عدنان اللي يقولوا عليه لبلاد فلتوز الامكان. سامي يجبد الحجيب ملكم ولا تغم عليها بلا حنان. كان شعبان وصار لفيها الفقدان. سجل في مركز نداء ليبيا واستمتع بشرح أساتذة متمكنين على العطاء بمختلف المراحل التعليمية. مركز نداء ليبيا، حتى أنت تقدر تولي فلتوز الامكان.